الله الله والحمد لله يا الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين الكلام في الدليل على وجوب المعرفه وهو على قسمين اما عقلي او سمعي اي نقلي يقول المصنف الفاضل السيوري والدليل على وجوب المعرفه سندا للاجماع على وجهين اي نوعين عقلي وسمعي لا يخفى ان العقل النظري هناك العقل اما عقل نظري او عقل عملي العقل العملي هو ما ينبغي علينا ان نعلمه والعقل العملي ما ينبغي علينا ان نعمله او لا نعمله العقل النظري ينقسم اما الى عقل بسيط او عقل مركب اما البسيط فهو المسمى بالفطره وهو المدرك للقضايا البديهيه او القريبه من البديهه فالفطره هي من العقل ولكن من العقل البسيط ويشترك هذا العقل البسيط هذه الفطره بين جميع الناس واما عقل مركب وهو العقل المدرسي. العقل المدرسي هو العقل المركب القادر على الاستدلال والبرهان وهو خاص بالعلماء. هذا الدليل الذي سوف نذكره الدليل الاول هو يرتبط بالعقل النظري ويرتبط ايضا بالعقل البسيط الذي هو الفطره فهو دليل عقلي فطري. فهو دليل عقلي فطري. يقول اما الاول فلوجهين، الاول من تلك الوجهين ان المعرفه دافعه للخوف الحاصل للانسان من الاختلاف. المعرفه والنظر دافعه للخوف للانسان من الاختلاف، هناك اختلاف كثير. بعض يقول بوجود الله، بعض ينفي وجود الله، بعض يثبت الصفات، بعض ينفي الصفات. المعرفة دافعة لهذا الخوف الحاصل من للإنسان من الاختلاف كما قلنا هذا دليل فطري ويؤيده والشاهد عليه أنه حتى الصبيان والمجانين بل حتى الحيوانات هي تدفع الضرر عن نفسها وتجلب وتميل إلى المنافع حتى الحيوانات وحتى المجنون وحتى الصبي هذا الشاهد على أنه أمر فطري مرتبط بالعقل البسيط يشهد عليه عامة الناس جميع الناس متساوون في الحكم بهذا الدليل ألا ترى مثلا إذا الإنسان قيل له بأن في هذه الغرفة حيوان مفترس ولو كان الاحتمال ضعيفا احتمال واحد بالمية الاحتمال ضعيف ولكن بما أن المحتمل وهو حلاكه بهذا الحيوان المفترس قوي لذا يجتنب عن هذا الامر كذلك في المعارف الالهيه كذلك في وجود الله سبحانه وتعالى عندما يقال له مثلا ولو كان الاحتمال ضعيفا ان الله موجود ان المعاد موجود هنا ينبغي عليه ان يدفع هذا الخوف بالمعرفه بالعلم لذا يقول أن المعرفة دافعة للخوف الحاصل للإنسان من الاختلاف ودفع الخوف واجب عقلا، واجب عقلا، لماذا؟ لأنه ألم نفساني، الخوف ألم نفساني ويمكن للإنسان أن يدفع هذا الألم النفساني، وبما أنه يمكن له دفع هذا الألم النفساني فإذا يجب عليه أن يدفعه، يجب عليه أن يدفع هذا الضرر، ولو كان هذا الضرر محتمل واحتماله كان ضعيفا، ولكن بما أن المحتمل قوي فيجب عليه دفع هذا الخوف فطرة، عقلا بسيطا، فيحكم العاقل بوجوب دفعه فيجب دفعه، هذا هو الدليل الأول. المرتبط بالعقل النظري البسيط او قل يرتبط بالعقل الفطري. اما الدليل الثاني من الادله العقليه يرتبط بالعقل العملي. فاذا الفرق الاول الفرق الاول بين الدليل الاول والدليل الثاني هو ان الدليل الاول يرتبط بالعقل النظري البسيط المسمى بالفطره. والدليل الثاني يرتبط بالعقل العملي. هذا هو الفرق الاول، الفرق الثاني ان الدليل الاول يوجب جميع المعارف. الدليل الاول اعم من الدليل الثاني الذي سوف نذكره، الدليل الاول اعم موردا من الدليل الثاني، يرتبط بجميع المعارف، اما الدليل الثاني الذي نذكره فهو يرتبط فقط بوجوب معرفه الله سبحانه وتعالى. يقول في الدليل الثاني ان شكر المنعم واجب شكر المنعم واجب ولا يتم هذا الشكر شكر المنعم الا بالمعرفه لماذا واجب لماذا شكر المنعم واجب يقول اما ان شكر المنعم واجب فلاستحقاق الذم عند العقلاء بتركه هذا هو العقل العملي الذي ينبغي ان نعمله او ينبغي الا نعمله، يعني المدرك بالنسبه للعقل العملي هو العمل. هنا الشكر ايضا من العمل. فيقول واجب هذا الشكر، لماذا؟ لانه نرى اذا لم تشكر لم تشكر المنعم يذمك العقلاء. هذا دليل على انه شكر المنعم واجب عند جميع العقلاء. واما انه لا يتم الشكر الا بالمعرفه، من قال ان شكر الشكر لا يتم الا بالمعرفه؟ يقول فلان الشكر انما يكون بما يناسب حال المشكور فهو مسبوق بمعرفته الشكر يكون بما يناسب حال المشكور الذي هو الله سبحانه وتعالى في مثالنا. طبعا من الأفضل أن لا يعبر بهذه العبارة بما يناسب حال المشكور لأنه يتعذر بالنسبة لنا يتعذر بالنسبة لنا أن نشكره بما يناسب حال المشكور، هذا متعذر لنا الأفضل أن يقول بما يستطيعه الشاكر أو بما لا يخالف حال المشكور فاذن الشكر ينبغي ان يكون بما يناسب حال الشاكر او بما لا يخالف حال المشكور اما بما يناسب حال المشكور فهو متعذر من امثالنا يقول واما انه ان شكر المنعم لا يتم الا بالمعرفه فلان الشكر انما يكون بما يناسب حال المشكور فهو مسبوق بمعرفته فالشكر مسبوق بمعرفه المشكور والا لم يكن شكرا اذا لم يكن مسبوق هذا الشكر بالمعرفه فلم يكن شكرا تتوهم انه شكر وهو ليس بشكر تتصور انه شكر تتخيل انه شكر وهو ليس بشكر الا ان يسبقه المعرفه بحال المشكور ثم يقول يطبق هذا الدليل على موردنا على وجوب معرفه الله يقول والباري تعالى منعم فيجب شكره وبما ان الله سبحانه وتعالى منعم علينا بما لا شك فيه فاذا يجب شكره فاذا وجب شكره وجب معرفته لماذا قلنا الشكر لا يكون الا بالمعرفه الشكر مسبوق بالمعرفه، فاذا وجب الشكر وجبت المعرفه من باب المقدمه العلميه. ولما كان التكليف واجبا في الحكمه كما سياتي ان شاء الله سياتي ان التكليف واجب في الحكمه. في حكمه الله سبحانه وتعالى. التكليف هو الذي يجعل الانسان ان يكون وأن يسير في كماله المنشود العملي والنظر التكليف يكون سببا لسير الإنسان ولسلوك الإنسان لكماله المنشود فذا فلذا يجب التكليف في حكمة الله سبحانه وتعالى الحكمة هي وضع الشيء في محله والعدل هو اعطاء كل ذي حق حقه لذا العدل بناء على هذا التعريف يكون اخص من الحكمه وموردا من موارد الحكمه والحكمه يكون اعم والحكمه تكون اعم فالحكمه كما قلنا وضع الشيء في محله فلذا يجب في حكمه الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يجب التكليف لكي يصل الانسان الى كماله المنشود النظري الفكري والعملي. فاذا وجب التكليف كما قلنا وجب معرفه مبلغه وهو النبي، فاذا وجب معرفه الله سبحانه وتعالى وجب معرفه مبلغه، مبلغ هذا التكليف وهو النبي صلى الله عليه واله وحافظ التكليف وهو الإمام عليه السلام ومعرفة المعاد أيضا يجب أن نعرف المعاد لماذا لاستلزام التكليف وجوب الجزاء لأن التكليف يلازمه الجزاء طبعا هذا هذا التعبير ليس صحيح على إطلاقه لاستلزام التكليف وجوب الجزاء أن التكليف يستلزم الجزاء ليس دائما العاقل يحكم ويصحح التكليف لاجل المحافظه على النظام ووصول الانسان الى الكمال المنشود حتى لو لم تكن جنه ولا نار لذا ترون ان عباده امير المؤمنين عليه السلام هي عباده الاحرار لم اعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك وانما عبدتك لاني وجدتك اهلا للعباده فعبدتك، فعباده الاحرار لا ترتبط بالجنه ولا بالنار مع انه كان مكلفا امير المؤمنين عليه السلام. فاذا هذا التعميم مو صحيح لاستلزام التكليف لاستلزام التكليف وجوب الجزاء ليس على عمومه صحيح، العاقل يصحح التكليف ولو لم يكن هناك جنه ولا نار لحفظ النظام ووصول الانسان الى كماله المنشود. هذا بالنسبه للدليل العقلي. وقلنا الدليل العقلي انقسم الى نظري وهو الدليل الاول البسيط الفطره والدليل الثاني كان هو العقل العملي. واما الدليل السمعي فالوجهين. هنا الدليل السمعي في الواقع دليل ارشادي وليس مولوي، ما هو الارشادي وما هو المولوي؟ لكي نعرف ان هذا الدليل السمعي الذي ذكره المصنف هو دليل ارشادي وليس مولوي. الدليل الارشادي في الواقع الارشاد هو اخبار ظاهره الانشاء حكاية ظاهره الانشاء. تعلمون ان الانشاء القضايا اما ان تكون اخباريه، خبريه، واما انشائيه. والانشاء يشمل الامر والنهي، يشمل الاستفهام، يشمل التمني، يشمل الترجي. والانشاء هو انشاء الواقع، لم يكن هناك واقع وانما انت تنشئ الواقع، واما القضيه الخبريه لا هناك واقع هذا الخبر وهذه القضية تحكي عن ذلك الواقع هنا الدليل السمعي الذي يذكره هو دليل ارشادي في الواقع هو اخبار عن وجود مصلحة او مفسدة بخلاف الدليل المولوي الامر المولوي النهي المولوي الفرق ان المولوي هو في الواقع يقصد في الامر المولوي او النهي المولوي البعث والزجر يبعثك نحو العمل يزجرك نحو العمل عندما يوجب الصلاه عليك يبعثك نحو الصلاه عندما يحرم عليك الخمر يزجرك عن شرب الخمر واما الارشاد فهو يقصد الحكايه عن وجود شيء ذلك الشيء قد يكون مصلحه وقد يكون مفسده فاذا الدليل المولوي وان دل على وجود مصلحه او مفسده نحن لا ننكر ان هناك مصلحه ومفسده ولكن ليست هي المقصوده بالذات في الدليل المولوي في الامر المولوي في النهي المولوي المقصود بالذات في الامر المولوي والنهي المولوي هو البعث والزجر، وان كان هناك مصلحه او مفسده. كما ان المقصود الاولي من الارشاد هو ليس البعث والزجر، وانما وجود مصلحه او مفسده، الحكايه عن تلك المصلحه او تلك المفسده. المثال مثال لل امر الارشادي مثال الامر الارشادي في العرفيات كما في الطبيب عندما يامر المريض بشرب الدواء عندما يامر المريض بشرب الدواء فانه ارشادي اي اخبار عن مصلحه كائنه في شرب الدواء بلا قصد البعث والتحريك ابتداء هو لا يقصد البعث والتحريك ابتداء وأولا وبالذات وإنما يريد أن يخبرك أن في شرب هذا الدواء مصلحة كامنة وموجودة في شرب هذا الدواء ومثال الإرشاد في الأمور الشرعية ما لا يمكن للشارعي ايجابه لعدم ثبوت مولويته بعد كوجوب النظر وجوب النظر والاستدلال والتامل والتدبر من هذا القبيل وجوبه وجوب ارشادي لانه بعد لم يثبت مولويه الله سبحانه وتعالى فلا بد من حمل الامر الامر على وجوب النظر الأمر بالنظر الأمر بالتدبر الأمر بالتأمل يجب أن نحمله على ماذا؟ على الإرشاد لأنه لازلنا لم نثبت مولوية الله سبحانه وتعالى هذا مثاله في الشرعات وهناك أمثلة أخرى أيضا لذا يقول الاول واما الدليل السمعي فلوجهين يذكر دليلين الاول من الدليلين قوله تعالى فاعلم امر فاعلم انه لا اله الا الله والامر للوجوب هنا يقول اعلم طبعا المراد من العلم هنا ليس مجرد العلم فانه لا يفيد العلم مع الاعتقاد مع الايمان مع الاذعان والا كثير او بعض الناس لهم علم ولكن يجحدون هذا لا فائده في هذا العلم فاعلم انه لا اله الا الله فالمراد من العلم هو العلم المقارن للاعتقاد والاذعان والايمان والامر للوجوب واضح ان الامر كما ذكرنا في علم أصول الفقه ظاهر في الوجوب ظاهر في الوجوب صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وإما ظاهرة في الوجوب عند العرف لغة أو العاقل يحكم كما عند البعض بعض المحققين العاقل يحكم بلزوم الامتثال امتثال اوامر الامر لدفع الضرر المحتمل اما الكراهه او الندب فيحتاج الى دليل يعني استفاده الاستحباب من الامر يحتاج الى قرينه يحتاج الى دليل اما مجرد اطلاق الامر فظاهره الوجوب هذا هو الدليل الاول واما الدليل الثاني يقول لما نزل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قال النبي عندما ذكرت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وآله: ويل لمن لاكها بين لحييه ثم لم يتدبرها ويل رتب الذم على من لم يتدبر هذه الآية من لم يتأمل هذه الآية من لم يحصل المعرفة رتب الذم على عدم تحصيل المعرفة هذا معناه من شنو؟ معناه أنه واجب المعرفة واجبة طبعا في بعض الروايات الأخرى يقول ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتأمل ماكو فرق فإذن الدليل الثاني على وجوب المعرفه السمعي هو ماذا؟ هو هذه الايه المباركه وقول الرسول حيث رتب الذم على عدم تامل وتدبر ومعرفه هذه الايه. يقول رتب الذم على تقدير عدم تدبرها، يعني على تقدير عدم الاستدلال، على تقدير عدم النظر، على تقدير عدم المعرفه. أي عدم الاستدلال بما تضمنته الآية ماذا تضمنت الآية عن ذكر الأجرام السماوية والأرضية بما فيها من آثار الصنع والقدرة والعلم بذلك والعلم بهذه الآثار يجب أن نعرف كل هذه الأمور الدال على وجود صانعها وقدرته وعلمه كل هذه الآثار تدل على قدرة الصانع، قدرة الله سبحانه وتعالى وعلمه وتدل من باب اولى على وجوده سبحانه وتعالى، فيجب ان نعرف وجود الله فيجب ان نعرف صفات الله الثبوتيه وغير الثبوتيه السلبيه لذا يقول فيكون النظر والاستدلال واجبا وهو المطلوب، كان مطلوبنا ان نثبت النظر والاستدلال وقد اثبتناه بهذا الدليل السمعي. فاذا تبين ان هذا الدليل السمعي هو دليل ارشادي وليس مولوي، يعني الامر الموجود في الايتين هو امر ارشادي وليس مولوي. ثم يقول بالدليل لا بالتقليد. يعني ينبغي ان نعرف وجود الله، صفات الله، وجود المبلغ، النبي، الامام، المعاد كله، كل هذه الامور يجب ان نعرفها بالدليل لا بالتقليد. طبعا الافضل ان يقول بالبرهان لان البرهان هو الذي يحصل لنا اليقين بالمعنى الاخص كما ذكرنا في المنطق اليقين بالمعنى الاخص هو اليقين الثابت الجازم الثابت الذي لا يتغير هذا هو اليقين بالمعنى الاخص اما الدليل فهو اعم من البرهان، البرهان اخص، الدليل اعم، الدليل قد يكون ظني، الدليل قد يكون يوجب اليقين بالمعنى الاعم وهو اليقين بالمعنى العام وهو الاعتقاد الجازم وان لم يكن ثابتا قد يتغير فيما بعد ناشئا من التقليد الانسان يمكن ان يحصل على, اليق على اليقين من من التقليد ايضا فاذا يقول يجب ان نعرف هذه المعارف وجوب المعرفه بالدليل لا بالتقليد يقول اقول الدليل لغه هو المرشد والدال المرشد يعني الهادي والموصل إلى شيء والدال واصطلاحا الدليل في الاصطلاح هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ذلك الشيء الآخر هو المدلول ذلك الشيء الآخر هو المدلول هذا بالنسبة إلى لغة الدليل لغة والدليل اصطلاحا لذا يقول لذا ولما وجبت المعرفة وجب ان تكون بالنظر والاستدلال لانها ليست ضرورية. يقول المعرفة ليست ضرورية وانما نظرية. كما تعلمون العلم الحصولي العلم الحصولي هذا المقسم اما ضروري واما نظري. الضروري ما هو تعريفه؟ الضروري هو الذي لا يحتاج العلم به الى فكر ولا ترون واما النظر فهو الذي ينبغي ان نفحص عنه نبحث عن يكون بالاستدلال والدليل لا يحصل بمجرد التامل لا يحصل بمج بلا تروي بل يحصل بالتامل والتدبر لذا يقول ولما وجبت المعرفه وجب أن تكون بالنظر والاستدلال لأن المعرفة ليست ضرورية لماذا ليست ضرورية؟ لأن المعلوم ضرورة هو الذي لا يختلف فيه العقلاء هو الذي لا يختلف فيه العقلاء هذا التعبير هذا الدليل لكون الشيء بديهي وضروري مو صحيح هناك بعض الامور البديهيه يحصل فيها الاختلاف. في اجتماع النقيضين الذي هو من ابده البديهيات من اولى الاوليات حصل فيه الاختلاف. بعض الشيوعيين يقولون بجواز اجتماع النقيضين. العله والمعلول وجود العله والمعلول من البديهيات اختلف فيه. بعض ينكر وجود العله والمعلول. فاذا ليس هو الملاك يقول لانها ليست ضروريه لماذا لان البديهي لان المعلوم ضروره يعني البديهي لان البديهي هو الذي لا يختلف فيه العقلاء لا البديهي قد يختلف فيه العقلاء لذا الصحيح ان نقول ان الضروري والبديهي هو ما لا يحتاج في حصوله الى فكر وترون يحصل من دون فكر ولا ترون لذا يقول أن المعرفة ليست ضرورية لأن المعلومة ضرورة هو الذي لا يختلف فيه العقلاء بل يحصل العلم بأدنى سبب من توجه العقل إليه هذا ما سنذكره في الدرس اللاحق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد